حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في صدى أقلام جديد من الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف ونبدأ من أهم العناوين. في المدى نطالع: الخدمات النيابية لا مشاريع جديدة في عام 2021. في موقع يقين نت: اتهامات لحكومة كردستان بسرقة رواتب الموظفين لسبعة أشهر. في موقع الترا عراق: نائب عن اغتيال مدير حملة انتخابية، عمله لم يرضي الميليشيات الطائفية. أما في عربي 21: شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الضفة. نقرأ في القدس العربي: مسؤول بايدن يعتزم إعادة دعم الفلسطينيين وفتح البعثات الدبلوماسية أغلقتها إدارة ترامب. في العرب الجديد: شكري إثيوبيا شرعت في مالي سد النهضة بقرار أحادي وإطالة المفاوضات لفرض الأمر الواقع. في الشرق الأوسط: مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين بلينكين وزيرا للخارجية. إلى قائمة ضحايا التفجيرات بالعراق أضيف يوم الخميس 21 من شهر كانون الثاني يناير، فهو 32 قتيلا وأكثر من 110 جرحى والسبب انتحاريان بحزامين ناسفين في سوق للملابس المستعملة في ساحة الطيران وسط بغداد. ما الذي نعرفه عن الضحايا؟ إنهم باعوا ملابس مستعملة ومشتروها، وبينهم عمال يعرضون خدمات بأرخص الأسعار، وبسطات فقراء يبيعون ما لا يحتاجه المرء بأسعار لا تقيهم الجوع، إلا أنهم يثابرون على الجلوس في الساحة بائعين حفاظا على كرامتهم لئلا يتهمون بالاستجداء، باستثناء شابين هما علي وعمر. والضحايا أرقام بلا أسماء، فقد جاء ذلك في مقال للكاتبة هيفاء زنجنة في صحيفة القدس العربي، فلنتابع. إن توثيق تصريحات الكاظمي وادعاءاته، خاصة التي يعلن فيها مسؤوليته أمام الشعب كرئيس للوزراء وقائد للقوات المسلحة، وفشله المستمر في تحقيق وعوده وواجباته، وأهمها مسؤوليته في حماية أمن المواطنين وتنفيذ القانون وتحقيق العدالة والاستقرار الاقتصادي والسياسي، ضروري ومن واجب أجهزة الإعلام المستقلة والعاملين في المجالات الحقوقية والأحزاب الوطنية تقديم الحكومة كما هي حكومة فاشلة بلا مصداقية، مكونة من ميليشيات وعصابات بواجهات حزبية تتغذى على الفساد والعنف والجريمة والفقر والأمية والبنية التحتية المتداعية، مما يستدعي وجوب إقالة الكاظمي وتقديمه إلى القضاء. ولدينا في إقالة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بتهمة تكاد تكون مضحكة بالمقارنة مع فشل الكاظمي في القيام بمسؤوليته ودوره في استمرارية حصانة المجرمين من العقاب، درس يستحق التقليد. تدوير الأشخاص أنفسهم في مناصب مغايرة من دون مساءلة ومحاسبة على إهمال وظيفي هو قاتل، ثم ما الذي يعنيه بوصفه المجزرة بأنها حادث في ساحة الطيران؟ كيف يمكن وصف قتل 32 شخصا وإصابة 110 بأنه حادث؟ أليست هذه لغة المحتل التي طالما وصف بها جرائمه وانتهاكاته ومنهجية قتله العراقيين بأنها حادث؟ أليس من المحتمل أن يكون الهجوم الذي أعقب مجزرة ساحة الطيران رسالة تكميلية لبايدن والكاظمي والمتظاهرين لتبصيرهم بأن قبضة إيران هي الممسكة بحالة الحرب والسلام في العراق والمنطقة؟ هذا ما جاء في مقال للكاتب إبراهيم زبيدي في صحيفة العرب اللندنية، فلنستمع إلى جزء منه. والثابت والمؤكد والمجرب هو أن العراق سيكون بألف خير، ولن يبقى فيه طرف ثالث ولا مفخخات ولا صواريخ ولا داعشي واحد،
فقط حين تخرج جيوش الحرس الثوري الإيرانية والعراقية من حياته لتنهض من جديد دولة العراق المستقلة الموحدة الديمقراطية التي تحترم نفسها وشعبها بلا حدود ولا قيود، وفي أعقاب كل جريمة ومجزرة مهينة للدولة العراقية ولسمعتها وأمن شعبها ورزقه اليوم ورزق أجياله القادمة، لا يملك وهو رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة سوى التنديد والتهديد والوعيد، وسوى حلف اليمين على أن تكون آخر جريمة وعلى أنه لن يسمح بتكرارها، وسيلقي القبض على الفاعلين قبل أن يجف دماء ضحاياهم الأبرياء، وسينزل حكم القصاص بهم وبمن كونهم ومولهم وسلحهم وحملهم بالمفخخات والصواريخ، ثم لا يحدث شيء ولا يسمع أحد بعد ذلك أو يقرأ شيئاً عن نتائج تحقيقات الحكومة الباسلة. وفي النهاية تسجل الجريمة بعد الجريمة ضد مجهول، وجريمة ساحة الطيران هي الأحدث والأبشع والأخطر من كل ما مر من مجازر، والأكثر إعلاناً عن ضعف الرئيس وجهله وهوان قدره وقلة ناصره المعين. والمحزن بحسب تعبير الكاتب أن رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة يتوهم بأن طرد قادة أمنيين ووضع آخرين مكانهم من نسيج الحكومة نفسها وجيشها وأجهزة أمنها هو الحل، ويجهل أو يتجاهل أن رئيس الحكومة كائنا من كان هو آخر من يملك قرارا في هذه الأمور الخطيرة، ليس في يومنا هذا فحسب، وإنما منذ أول يوم دخل فيه القتيل قاسم سليماني إلى العراق واليا وحاكما يصول ويجول ويأمر ويطاع. يوم دام جديد في العراق بعد مدة أمن كاذب. تفجيران انتحاريان في سوق شعبية وسط بغداد خلف عشرات الضحايا والجرحى في الأسبوع الماضي كانوا العام الماضي ثوارا في ثورة تشرين، يبحثون عن وطن وعن كرامة وعن مستقبل فيه شعاع أمل. كانوا يشعرون بعمق أنهم جزء من هذا الوطن ويتشاركون مع الجميع شظف العيش وهدر الكرامة، لذلك ترفعوا عن معاناتهم الشخصية وثاروا لأنهم كانوا واثقين من أن الحياة لا يمكن أن تطحنهم أكثر. كانت مشاركتهم بالثورة من أجل مجموع، وشعاراتهم نريد وطنا هي معبأة برسائل مفعمة بالأمل تربط الحاضر بالماضي كي يجعلوا اليائسين يشعرون بأن الحياة ممكنة وأن التغيير ممكن عندما لا ينهار الإنسان من طول الانتظار. هذا ما جاء في مقال الكاتب مثنى عبد الله. أيها العراقيون، يجب أن تعلموا أن من رحلوا في التفجير موجودون بأصواتهم وملامح وجوههم بينكم. إنهم اليوم يذكرون الجميع بأن النهايات التي وصلوا إليها تتربص بكل واحد منا. إن بقي هؤلاء يقيمون في المنطقة الخضراء من بغداد، لكن لا أحد يعلم متى وأين. ففي كل مرة يحصل فيها تفجير تصحو الحكومة من سباتها لتقول إنها اتخذت إجراءات عاجلة لمنع تكرار حوادث كهذا، وإن مقاربة أمنية جديدة سوف يتم اعتمادها، وإنها أقالت عددا من المسؤولين عن الملف الأمني، وإنها ستعدم المئات من المحكوم عليهم بالإرهاب. وعلى الرغم من أن التحليل السياسي يبدو ضئيلاً أمام مشهد الدماء التي سالت، لكن محاولة للفهم لابد أن تجري، لأن عودة أسلوب التفجيرات إلى بغداد يطرح العديد من التساؤلات، منها ما هي غايات وأهداف الجهة التي تقف وراء الحادث؟ ما قيمة الاستثمار المتحقق منه للقوى الفاعلة في الساحة السياسية العراقية؟ بعد إعلان تنظيم الدولة مسؤوليته عن الحادث، بات واضحا أن رسالة تامة المعنى قد وصلت منه، تشير إلى أن التعرض الذي شهده الكثير من القواطع في المحافظات في الآونة الأخيرة من قبل عناصره إنما هو عودة أخرى له إلى المشهد، وأن التفجير المزدوج الأخير في بغداد
هو إعلان عن دخوله العاصمة مرة أخرى. يقينا لقد قدم الحكم الحالي مختلف أنواع الدعم اللوجستي لكل القوى التي هدفها تدمير الإنسان العراقي منذ عام 2003 وحتى اليوم. لقد خلق اقتران التدخل السياسي بالعمل الأمني خللا كبيرا في بنية ما تسمى الدولة العراقية الحالية، فلا وجود للمهنية ولا التراكمية في مكان ما في هذا المجال، إلى المستوى الذي يصبح فيه صحفي غير معروف رئيسا لجهاز المخابرات وهو رئيس الوزراء الحالي. إن قانون الموازنة العامة الاتحادية هو القانون الأكثر أهمية من بين القوانين والتشريعات الوطنية، وفي ضوء الموازنة توضع البرامج والخطط والسياسات العامة التي تحدد توجهات البلد ومدى الاقتراب من قيم حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والالتزام لتحقيق الأهداف الإنمائية، ومنها المساواة في توزيع الفرص والموارد المالية، ولكنه غير منصف وغير عادل في العراق بحسب الكاتب فلاح نوري في المدى. لقد أشار تقرير التنمية البشرية 2019 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن العراق في الترتيب 120 ضمن 189 بلداً شملهم التقرير، وصنف في المجموعة 5 التي تشمل مجموعة البلدان التي مستوى المساواة بين الجنسين في إنجازات دليل التنمية البشرية منخفضاً. كما ورد في تقرير واقع وحركة التشغيل في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والصادر عن دائرة التنمية البشرية في آذار 2014 أن مساهمة النساء في الاختصاصات العلمية والتقنية التي هي من متطلبات تحقيق التنمية الوطنية كانت منخفضة قياساً بالرجال. إن الأرقام الواردة تدل على مدى حرمان النساء من تكافؤ الفرص في التأهيل والحصول على الوظائف العامة، ومنها الوظائف العليا في مؤسسات الدولة، مما يؤدي إلى تقليص مواردهن المالية من الموازنات، إذ تبلغ نسبة ما حصلنا عليه من الإنفاق التشغيلي الإجمالي لا تتجاوز 28%. إن الإرادة السياسية المتحكمة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية يتطلب منها إذا كانت جادة في إلغاء التهميش الاقتصادي للمرأة أن تعتمد موازنات تراعي احتياجات الرجال والنساء على حد سواء، وتهدف إلى تمكين المرأة في سوق العمل وتوفر الفرص العادلة للمرأة في الوظائف المختلفة دون التمييز عن الرجل. إن اعتماد النوع الاجتماعي عند إعداد الموازنات الشفافة ورسم السياسات المراعية لاحتياجات كلا الجنسين ينعكس إيجابياً على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويسهم في تقليص الفجوة في الحقوق بين المرأة والرجل ويعجل بتحقيق التنمية المستدامة. ذكر الكاتب وائل نجم في مقاله بصحيفة العربي الجديد، كان الانفجار في ساحة الطيران في بغداد يوم الخميس الماضي في 21 من يناير كانون الثاني، والذي خلف عشرات الضحايا والجرحى وتبناه وفقا لوكالة أعماق تنظيم داعش، كان لافتا لناحية توقيته وطريقته. وفقا للرواية العراقية الرسمية المشكوك فيها، كان تفجيرا انتحاريا مزدوجا في سوق شعبية، وقد جاء بعد انقطاع طويل لهذه التفجيرات عن بغداد، بحيث أنه لم يسجل مثله منذ قرابة العامين تقريبا، لكنه جاء أيضا بعد أقل من يومين من تصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، ما يطرح علامات استفهام كثيرة بشأن هذا الحدث وما يمكن أن يتصل به. للتذكير أيضا، تداولت وسائل إعلام كثيرة على مدى الأعوام السابقة معلومات كثيرة عن ضلوع أكثر من طرف محلي أو إقليمي أو دولي في إنتاج داعش، وجعل فزاعة أو شماعة يتم تعليق الأمور عليها، أو تتخذ ذريعة لسياسات أو حسابات تتفق أو تنسجم مع
مع مصالح القوى الفاعلة الرئيسية والمؤثرة في المنطقة. وعليه لم يكن التنظيم سوى أداة بأيدي آخرين، وبغض النظر عن عناصره أو حتى بعض قياداته أو حتى الفكرة التي يتحرك بها، حتى أن الأطراف المعنية بالتنافس أو بالصراع في المنطقة قوى داخلية في الأقطار أو قوى إقليمية أو دولية ساقت الاتهامات لبعضها بعضا بالاستثمار في داعش وفي بعض الوقوف خلفه. اليوم وبعد هذه العودة إلى هذا الأسلوب من العمل وإلى هذا النشاط للتنظيم، يبرز السؤال القديم الجديد: هل عاد الاستثمار في داعش؟ هل هناك قوى محلية أو إقليمية أو دولية تريد العودة إلى هذا الأسلوب في ظل المعطيات التي برزت على المسرح الإقليمي والدولي بفعل المستجدات السياسية وغير السياسية؟ يبرز هذا السؤال لأن إنسانا واحدا عاقلا في هذه المنطقة لم يعد يصدق أن داعش خارج دائرة الاستغلال والاستثمار. أضاف الكاتب: يبدو أن عنوان المرحلة المقبلة في المنطقة سيكون الاستثمار في التنظيمات الإرهابية والأعمال التي تنسب إليها، وتفاوض على أمور أخرى تستكمل المشروعات التي أريد بها طمس هوية المنطقة من ضمن سياسة إعادة تشكيلها. هل تختلف سياسة بايدن تجاه إسرائيل والعرب؟ سؤال طرحه الكاتب أحمد الشيخ في مقاله. هناك قضية واحدة فقط أجمع كل المرشحين عليها لإدارة بايدن واتخذوا منها مواقف متطابقة 100%، وهي الكيان الصهيوني ومستقبله الأمني في قلب الوطن العربي واستمرار سياسات وخطط تصفية القضية الفلسطينية بمشاركة عربية وتواطؤ عربي. غدا مكشوفا هذا التواطؤ لكل ذي لب وفطنة، فالمرشحون جميعا أشادوا بما أصبح يعرف باتفاقات أبراهام. وليس هذا بكشف جديد، بل هو ما عرفه القاصي والداني منذ عقود طويلة، وحسب المرء مراجعة بسيطة تتيسر عبر الإنترنت ليتبين له المنهج الذي يحكم سياسة أمريكا والغرب عموما تجاه فلسطين والعالم العربي والشرق الأوسط. ليست إسرائيل إلا أداة في يد الغرب، دورها إخضاع العرب وضمان تفرقهم، وكل من يزعمون أنها هي التي تتحكم في سياسة أمريكا يقرؤون الوقع بغشاوة على البصيرة. يقول لكم الرجل نفسه إنه يعتنق الصهيونية السياسية عقيدة تلقاها عن والده، فماذا تنتظرون؟ في أول مؤتمر صحفي لمستشار بايدن للأمن القومي كان أول ما قاله هو أن بايدن حريص على تطوير العلاقات الأمنية الاستراتيجية مع إسرائيل وعلى البناء على ما أنجزه سلفه ترامب من تطبيع وتوسيع جغرافي ونوعي لعلاقات إسرائيل في العالم العربي. كما أعلن هو نفسه ووزراؤه أنه سيبقي السفارة في القدس، ولم يتحدث حتى الآن عن ضم الجولان واعتراف ترامب بذلك ولا عن غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية. ماذا ينتظر الفلسطينيون؟ سلطة وحركات مقاومة، وقد لبوا وهم سعداء طلب بايدن حتى قبل أن يتسلم الحكم إجراء انتخابات تضفي زينة شكلية على سلطة لا وجود لها عمليا إلا بالاسم. وتساءل الكاتب: ماذا ينتظر العرب الذين طبعوا سابقا ولاحقا؟ هل سينتشل بايدن فقراء منهم من وهدة التخلف والفقر؟ أم سينظف شوارع مدنهم وقراهم ويرفع من مستوى حياتهم؟ سيصلح مدارسهم وجامعاتهم ومستشفياتهم؟ أم أنه سيوقف سيل الدماء في بلدانهم المحتربة والمحترقة بنيران الطائفية المحلية والدخيلة والقبلية المقيتة؟ يستمر في فرنسا تفشي فيروس إنفلونزا الطيور، مما دفع السلطات هناك إلى إعدام 2 مليون بطة في غضون 3 أشهر. وقال وزير الزراعة والأغذية الفرنسي جوليان نودورني قال إنه قد سجلت حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور في 8 مناطق جنوب غرب البلاد.
وأكد تحديد حالة إصابة بالفيروس في 390 مزرعة تقريبا. وهناك حل وحيد لهذه المشكلة، ألا وهو إعدام الطيور في تدبير احترازي. ولهذا السبب قال: أعدمنا حتى الآن نحو 2 مليون بطة. وذكر الوزير الفرنسي عدم وجود خطر انتقال العدوى بالفيروس من الطيور إلى الإنسان، وبالتالي فإنه لا يوجد أي مانع في استهلاك الدجاج والبط والبيض بحسب الوزير. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله صدى أقلام جديد من الرافدين، في رعاية الله.